المتردد يخاطبها كثير من القادات الكفاح الثوري بما في ذلك الذين لم يتحدثوا الاخ جرال مني مناوي الاخ يتوما جو والاخ محمد داود والاخ اسامه سعيد وكل القادات الموجود في سبل امامي كان يفترض انه يتكلموا في هذه المناسبه ولكن انا شاكرين لهم لانهم هم طبعا اتنازل من زمنهم وقال انه الوقت مشى فنحن بنشكركم شكرا جزيلا. نحن ننتقل لممثل دوله الامارات والسفير اهمات محمد كلمه قصيره في حدود دقيقتين. عماد محمد ممثل دولة الإمارات العربية في مفاوضات السلام بجوبا. الإمارات لها إسهام مقدر في هذا التفاوض الذي تحقق بالتوقيع على الاتفاق الإطاري للسلام بين الحكومة والجبهة الثورية. فخامة الفريق أول سلفا كير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان. فخامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان. معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان. معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان. أصحاب المعالي نواب رئيس جمهورية جنوب السودان. أصحاب المعالي أعضاء المجلس السيادي وزراء جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان. أصحاب المعالي رؤساء الوفود ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. السادة رؤساء وفود الحركات المسلحة وممثلي القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني. الأخوة والأخوات. السادة الضيوف الحضور الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم باسم قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وباسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله رجل السلام والداعم لمنبر جوبا وباسم شعب الإمارات العربية المتحدة بالشكر والتقدير لفخامة الفريق أول سلفا كير المستشار توت قلوك والدكتور ضيو مطوك ومنبر جوبا لاحتضان ورعاية المفاوضات الطويلة والشاقة. وأتقدم بالتهنية الخالصة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق على هذا الإنجاز التاريخي وإنجاح عملية السلام. وأشكر معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي والسادة أعضاء المجلس السيادي والوفد المسلحة وأيضا أعضاء منبر جوبا للوصول لهذا الاتفاق الشامل لبداية عهد جديد للسودان آمنا ومستقرا بإذن الله، متمنيا لشعب السودان الشقيق بكافة توجهاته المختلفة أن يجني ثمار هذا الاتفاق نماء واستقرارا وأن ترفرف فوق راياته الطمانينة والأمن لينعم بالسلام على الدوام. إنها لحظة تاريخية وهامة في تاريخ مسيرة الشعب السوداني الشقيق يسطرها الجميع إنجازاً لمبادئ السلام المنشود والاستقرار الموعود ورغبة في الوصول لغايات
تحقق الأمن والطمانينة لتنهي أسباب الصراع والاقتتال. لقد ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بعلاقات تاريخية وطيدة ووثيقة مع جمهورية السودان على مر واختلاف العهود، قائمة على التعاون والتنسيق والتشاور المستمر حول المستجدات من القضايا والموضوعات المشتركة. وانطلاقاً من هذه الثوابت عملت الإمارات على إنجاز هذا الاتفاق التاريخي من خلال حث كافة الأطراف منذ عام مضى من أجل التوصل لاتفاق يهدف إلى استقرار السودان، آملة أن يحقق الاتفاق التطلعات المرجوة ويرسخ متطلبات السلام بما يعود بالخير والمنفعة على إنسان السودان خاصة والمنطقة عامة. وختاماً نؤكد على أن دولة الإمارات وقيادتها وشعبها سيتابعون معكم الجهود المخلصة. والاستقرار، ولن نتردد في تعزيز هذا الإنجاز بالدعم والرعاية على كافة المستويات. شكراً جوبا، شكراً الخرطوم، شكراً أطراف العملية السلمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة ممثلة.